طيب خلونا نستكمل بقية أخبارنا ونروح للتصريحات اللي كانت بتتصدر المشهد في الساعات الأخيرة. أول التصريحات ميدو بيقول رحيل الشامي والوحش ما باليد حيلة، كانت رغبة متبادلة ما بين الطرفين. علق أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الإسماعيلي على رحيل الثنائي محمد الشامي وعمر الوحش من الدراويش، حيث ينتهي عقد الثنائي مع الإسماعيلي في صيف 2023. قال ميدو الإدارة تلقت عرض مناسب من أجل اللاعبين وكان أفضل من مغادرتهم بشكل مجاني في الصيف اللي جاي، وأضاف الثنائي أراد المغادرة بسبب الظروف المالية وتلقى عرضا ماليا كبيرا من نادي المصري. الثنائي اتفق على التوقيع على عقد مدته 3 سنوات مع النادي المصري مقابل 7 مليون جنيه. ووافقت يعني وافقت الإدارة إدارة الدراويش على العروض، ولا يتبقى سوى توقيع المهندس يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي على قرار الاستغناء عن اللاعبين. أكمل ميدو تصريحاته قال بعد مباراة الفريق أمام البنك الأهلي الإسماعيلي لا يقف على أحد، نحن ننتظر وننظر للإيجابيات وعندنا لعيبة مميزة، لن يرحل لاعب آخر عن الفريق في سوق الانتقالات الجاري، والتركيز على المباريات القادمة. قال لا أندم على تولي مسؤولية تدريب الإسماعيلي أمام الزمالك لأني تعلمت من الأخطاء ولم أكررها اليوم أمام البنك الأهلي. وقال كمان حصلنا على نقطة مهمة جدا وبنعمل بأقصى الجهد لتحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة. دي تصريحات الكابتن أحمد حسام ميدو المدير الفني للنادي الإسماعيلي واللي تولى المهمة في توقيت صعب جدا 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 بيمر به النادي الإسماعيلي، بالرغم أنه بيملك أوراق مفروض تكون رابحة ولكن على أرض الواقع بالنتائج وبالتواجد في مؤخرة جدول الترتيب في الدوري المصري واضح جدا ان الدنيا مش ماشيه بالشكل اللي كان اكيد جمهور النادي الاسماعيلي بيتوقعه قبل بدايه هذا الموسم.